ألو حياتي. وكان حبهما مضرب مثل عايشناه عاشقا بطلا فارسا راويا شاعرا مع نشان يعود بالعمر ليستخلص يحلل يوجه ويتأمل مرجعية في لغة العرب وأدائها وإلقائها في أكابر سيقول ما صبر على كتمانه حتى اللحظة عبد المجيد مجذوب في أكابر. هلو حياتي بيع. نعم غير لي هالكلمة صارت عتيقة. شو يعني؟ يعني بس انت بتضلي حياتي. آه يا موريس. مين هيدا موريس؟ هيدا واحد أمريكاني هيئتك متأثر بأسلوبه. حياتي أنا ما على علمي في كاتب أمريكاني اسمه موريس. بعرف كاتب فرنسي اسمه موريس باريس. بس مش لدرجة إني أتأثر بأسلوبه. أنا قصدي شي تاني. وأنا قصدي إنك حياتي. قلت لك بيع. شو بدك هلا؟ اجتني مكالمة بتقول انه بابا واصل بكرة من السفر وجايب لك مصاصة. ندى ماتر. ندى الدنيا ما قامت. حاضر متر ونص. لا متر وسبعين. ليش عم تقصرني يا ستي؟ افرودايت. مبسوطة هيك؟ ميرسي. المهم كلك ذوق. مساء الخير عبد المجيد مجذوب. مساء الخير. الله يسعد كل اوقاتك. كيفك؟ انا في نعيم. اعيش في نعيم الحمد والشكر لله طبعا بكل معنى الكلمه. وبقدر اشرح لك ليش اذا احببت. ليش؟ يعني هنالك علاقة حب واحترام متبادلة بيني وبين كل الناس في وطني الحبيب لبنان وفي كل أنحاء العالم العربي أو أي مكان عرضت فيه أعمالي. هنالك عشق صادق عميق متين بيني وبين أهلي أسرتي بناتي أبنائي حفيداتي الرائعات أحفادي بصورة عامة. أملك منزلا أعشقه في عائشة بكار قريب من فردان. لي علاقة حميمة بكل زاوية كل حائط كل غرض موجود. لما بكون بالبيت بكون عايش محلق. لو خليتني ثلاث سنين بالبيت لا أتضايق. عندي بيت آخر في منطقة مباركة هي بالفعل مباركة اسمها الهري. هنالك في دير لسيدة النورية على رأس جبل الشقعة شاطئ جون من أنعم الأماكن في الدنيا رقة وهدوءا وسكينة وجمال من أوائل السواحل اللبنانية حتى أواخرها. ربك عز وعلا جاب هذا العبد الفقير له وقال له اسكن هنا. كل هيك بمنتهى البساطة. أفلا أكون أعيش نعمة؟ الحمد لله. الحمد لله. لما عرضنا الإعلان على الهواء على شاشة الام تي في في كتير ناس صار كان عندهم تساؤلات. أول شيء طبعا قالوا حياتي. تاني شيء قالوا عفوا على اللي قالوا بس بدي انقله بامانه. قالوا عايش عبد المجيد مجذوب بيسالوا السؤال. ثالث شيء شكله حلو بعده حلو. عندهم تساؤلات كثير الناس. كان يعني انت انعرفت الوسيم الانيق المفوه. اليوم لما بيشوفوك الناس
انت مبسوط انه تفرجي هيدا الشكل ولا بتحب اللي شفناه قبل شوي بالمقتطف من المسلسل؟ بالعكس تماما، انا حابب حالي هلا اكثر بكثير، مقتنع بحالي تماما، مبسوط. طلع بحالي هيك باللون حلو، الشباب في الثمانين هيك وبظبط حالي شعرتين ونص بس بظبطهم مزبوط وبتطلع برا بطلع نشان النعمة العظمى انه انا لما بلتقي بالناس انا مثل كل خلق الله، بنزل الى السوق، ادخل الى المتاجر بشتري، بلاقي ناس بالسيارة بقوم سيارتي، العالم تنظر اليك بعاطفة صادقة، تراها واضحة في العيون وابتسامة نابعة من القلب، بحيوك باحترام، شو بدك اجمل من هيك؟ يعني بيطلع فيك بيقول لك مثلا ان شاء الله يغسل العين بعدك مثل ما انت. شو مثل ما انت؟ حضرتك من مواليد 11 ابريل 11 ابريل 1940 39 تاكل علينا سنه ما شاء الله عليك، يعني صاروا 77 سنه اسم الله. خلصوا ال 77. انا يعني ولدت على ابواب الأربعين، أول ما أعلنوا الحرب العالمية الثانية أنا خرجت وانطلقت في الحياة، كل المآسي إجت بعدين على وشي. كنت على أبواب الأربعين 39، أنا هلأ على أبواب الثمانين وبلا ما نفنس. عبد المجيد مجذوب، كيف بلشت تعرف قيمة حنجرتك يلي بتسوى ملايين اليوم؟ أنت بتعرف أنه أنت كممثل ممتاز، أرشيفك سيبقى ورح يخلد، ولكن حنجرتك هي علامة فارقة بين الممثلين وبين كل من ينطق بلغة الضاد، وأنت تدرك ذلك. كيف عرفت؟ الحقيقة أنا عرفت، يعني اصلا يعني بكل تواضع لله، صوتي هو الذي قادني، قاد خطايا الى ما انا فيه الان. انت وصغير كيف كان صوتك؟ يعني كان مميز؟ لم التفت اليه، يعني انه انا كنت غني، كنت مثل الشباب مرح عايش حياة تغني؟ طبيعيه اغاني اللي اسمع التي كانت سائده في ذاك الزمن. شو غنيت مره يعني انت وراجع؟ يعني اصلا على البيت هلا هيك بدنا نشتغل ايه بقبر الزينه بالحدادين. شو غنيت؟ المهم انا هلا مش في طور ان اغني. لا مش وقتها، كيف عرفت حتى والدتك ما كانت تعي انه صوتك؟ يعني كنا راجعين من سيران بين البساتين، كان لنا بساتين ولها اسماء، ففجأة طلعت بأغنية كانت مشتهرة في ذاك الزمن، فأمي دهشت التفتت إلي أنه بسم الله الرحمن الرحيم. شو كانت الغنية؟ يا يما وانا على عين شفني حسين وغمز لي بعينه، يا يا صوب نجل عيونه يما صادوا قلبي، هوى دوى جرح قلبي يما عند حسينه، واه واه. المهم اتقي الله بي. المهم ف لما عرفت ان لهذا هذه النعمه الحمد والشكر لله قيمه، هو لما كنا في تلك الجلسه في استوديو الاتحاد الفني، تعرفوا اظن الله يرحم اصحابه، اساتذه الادب الاذاعي في كل الوطن العربي، هم من علم الجميع، احدهم صبحي ابو لغد، وهذا كان الاب الروحي بالنسبه لي، وعم نحكي موضوع سياسي كان 67 صايره النكسه وعبد الناصر، وانا منفعل عم اتحدث اشارك بالكلام، فهو طلب الي قال لي بتسمعني صوتك على الميكروفون؟ فدخلت وسمعني، فتحت توباك قال لي يا ابني تحب تصير ممثل؟ فأجبت بإيماء من رأسي نعم،
بدهشة ما عرفت. بعدين عرفت ليش إنه الصوت، وفهمني علمني عن الصوت وقيمة الصوت بالنسبة لمن يمتهن. وأنا دخلت أوديو ممثل إذاعي مش تلفزيوني سنتين وأنا أرفض الإطلالة على الشاشة. هلأ من ذاك الزمن اعتنيت بصوتك إيه؟ بحنصرتك. لكن أنا لا يدخل جوفي ماء إلا ما يكون روم تمبرتشر أبدا، صيفا شتاء، الفنجان الدافئ بالمساء والسولفيج. يعني بتقوم مرتي الصبح على أو أم كلثوم مثلا. كيف؟ الأولى في الغرام غنيها كلها لأنه فيها طبقات عالية وهذه صوفيج. خليني اسمع تساعد. كيف؟ أتوسل إليه لو سمحت. أنا لست في طور بعرف، بس أنه كرمال أعرف كيف تجري هالتمارين. لا تليق بي ولا بك، خلينا حلوين مثل ما نحن. ليش أنت حافظ كل أرشيف أم كلثوم، كل أرشيف عبد الوهاب، كل أرشيف عبد المطلب، كل أرشيف عبد الحليم، ما شاء الله عليك. لا أنكر هذا على الإطلاق، لا أنكره. هيدي يمكن للتدريب وتمرين الحافظة، وهذا أمر مطلوب بالنسبة للفنان الممثل. يعني أنا مر وقت نيشان صدقا، يعني كانت تتداول بين الزملاء أنه الفنان الوحيد الذي يدخل إلى اللوكيشن مكان التصوير بعد ما نعمل الميزانسين والمخرج وإلى آخره، لا أحمل سيناريو أبدا، ما بحمل سيناريو بإيدي إنه أبدا ما في منه سيناريو هون. وإذا أشكل أمر على زميلي بقول له أنا شو بدي أقول، بيعنيني هذا الأمر. اليوم بتعتش من صوتك؟ الحمد لله أنا بنعمة من الله وقادر ضبط أموري، وأولادي بررة بيهتموا فيني كما اهتممت بهم في الماضي. غرسوا فأكلنا ونغرسوا فيأكلون. كان في ثلاث زيجات عبد المجيد مجذوب. أول زيجة لم تستمر من سيدة ألمانية، ثاني زيجة من السيدة وطفة وأثمرت منى، سيدة آسيا غندور. آسيا غندور اسمها صحيح، بس كانت هي أنا تعرفت عبر الإذاعة أنه اسمها وطفة. صوت جميل، صوت جميل جدا. وأثمر الزواج منى بمنى وهند. والزواج الثالث خالد وخلود وأحمد صح؟ ليه بتحسبوا علي الزواج الأول؟ يعني كانت شمت هوا مشوار من ألمانيا لهون، ما بتعرف كانت ألمانية. لا يعني رغم أنه والله تم بالمحكمة الشرعية لأنني وعد. أنا طوال عمري يعني ولدت ببيئة صدقا، أهلي وناسي وناس يخشون الله، طيبين صادقين معطائين، بيعيشوا بحب بكرامة بأخلاق بصدق بأنس برضا بقناعة. هذا بقي أسلوبي في التعاطي مع شؤون وشجون الحياة حتى الآن. رح أتحدث عن مسيرتك، تجربتك في التمثيل يلي بدأت عام 1974 بمسلسل حول غرفتي. من 74 بلشت حول غرفتي. على علمي بتبقى انت محضر مزبوط. صحيح 74 الاشراق الاطلال الانفجار هيدا اللي بدي اياه. يعني من 74 لل 84 كان عقد ذهبي دون ادنى شك. صحيح دون ادنى شك. من 74 من اول دور، من اول اطلاله بحول غرفتي لليوم، كم مره طليت وما ولم تسأل عن هند أبي اللمعة؟ أبدا. وبعد ما توفت هند أبي اللمعة يرحمها الله تعالى من 26 سنة تقريبا لا يلاقيني أحد دون أن يسألني أبدا. ارتبط اسمانا صح، شكلنا ثنائي واضح قوي، حضوره آسر معترف به في كل أنحاء العالم العربي.
هذان يليقان ببعض، ثنائي، بس يطلوا خلص الناس تقعد بدهم يشوفوا قيمة. نحن لم نطلب ذلك، يعني بواقع الحال القدر فرض هذا. التوأمة بتوقات الأشكال والأرواح بتتوائم 100%، وبيحصل قبول عند الناس. صدق، وهذا ما حدث. ما هو إذا لم يحدث قبول عند الناس كيف يتشكل الثنائي نووي؟ رح أتحدث عن هذا الثنائي هند أبي اللمع وعبد المجيد مجذوب، رح أتحدث عن غير أدوار خارج إطار هذا الثنائي. صحيح. وخاصة أبو الطيب المتنبي مع أبو الطيب المتنبي الليلة عبد المجيد مجذوب. نام للأجفون عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ما كان أخلفنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم. ماذا علمك حب؟ علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور امرأة تجعلني أحسن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا البلور المكسور. علمني حب كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري أحسده كل الغجريات. عبد المجيد مجذوب، بروديوسر البرنامج كارلا عاد شاهين، قالت لي بداية بيوجعني قلبي كل ما اسمه عم بيحكي هيك. وأنا أكيد في كتير من المشاهدات عم بيحضروا وبيوجعون قلبهم، بيوجعون قلبهم حب ووجدان وطرب، يعني الصوت أو يطرب ولا لا؟ سلامة قلبهم. أنا هنا يكمن شرفي، قيمتي هي بهذا الإحساس. لو لم تكن الأمور صادقة نابعة من القلب لما خاطبت القلوب. ما في مجال للفيك هون يعني. الزمن بيلفظ الناس الغير الحقيقيين حتما، هذا مسألة حتمية يعني لا نقاش فيها. لما دخلت التمثيل مين كان في موجود؟ كان في محمود سعيد رحمه الله، رحمة الله عليه، كان طبعا زملاء كثر، جهاد الأطرش، وما زال طبعا محمود رحمة الله عليه، وحيد جلال، وحيد جلال على رأس الكل، الأستاذ الأكبر رشيد عليهمي. طبعا رشيد عليهمي صح، هو أستاذي وحبيبي. وسمير شمص، يعني كلنا نبتنا في نفس الآن. هن كان لهم ما يربوا على سنة وأكثر. عمر التلفزيون أصله كله كان سنتين 3 سنين، وب62 طلع. أنا فت بال65 66. تلفزيون 1959 بدأوا البناء. البث أول يوم بس كان ب 28 مايو بيقول هيك استاذ جان كلود بولوس برضه زفان. وزفان زفان أصلا تكريمه لحضرتك وتكريمنا بتصدر صورتك غلاف هذا الكتاب أسعد الله مساءكم، خصك يعني كنت الصورة السنترال. هو الله يسعد مساءكم اسم برنامج كان يقدم في ذاك الزمن أبو ملحم أديب حداد، وبقي فترة طويلة وكان يعني محط إعجاب كل الناس. صحيح. وهون صلاح تيزاني أيضا، الله يطول عمره، الله يطول بعمره. علي نمري كمان. صح. شوشو زملاء العمر. نعم. لما دخلت أنتو من بعد فترة بتحبوا بتستروا على الغيرة
المهنية اللي كانت موجودة، يعني دائما بتتذكروا بعضكم بأشياء حلوة، بس لابد انه وقتها كان في غيرة. ما تقلي لا، كان في غيرة مهنية، يعني كان في يعني هالمنافسة على جون برومييه، انه مين بده يكون هو آسر قلوب الحسنوات انذاك ولا لا؟ طب اذا اقسمت لك ما كنت عدوة كارل مثلا محمود سعيد؟ انا عمري منذ ولدت حتى الان لم تنشأ عداوات بيني وبين اي احد من قبله، لا من داخل المهنه زميل ولا في الحياة أبدا. أنا إنسان مسالم، صار عمري 3000 سنة ولحد هلا لم أدخل أي دار من دور القانون، لا مدعي ولا مدعى عليه ولا حتى كشاهد. ما كان في سجلات. مواطن مسالم، يعني كيف مسالم؟ لأني مؤمن بالقيم وأعيش على أخلاق، مالي ممكن أتنازل عنه ولا أعتدي على حقوق الآخرين. إذا ما كان في أبدا أبدا عندي أنا، لا أنا أؤكد لك، استغفر الله العظيم، هذه كمان فيها ادعاء ولا تليق. كان يظهر عند البعض ما أنت نجحت ونجاح مفرقع مدوي حول غرفتي، عمل شغلة في لبنان والمحيط العالم العربي مثل انفجار كبير، قلب الدنيا والمفاهيم رأسا على عقب فيما يتعلق بالأداء الدرامي. وصادف أن ولدت يعني هذه الموائمة، ما سميناه اتفقنا على تسميته ثنائي صحيح بين هذا الشخص وهذه السيدة، ثنائي شكل سابقة بالعالم العربي، سابقة تماما. وبعدين عملنا مرتين عازف الليل تأكد أكثر، نعم، وصار مستمر بحول غرفتي. نعم. لا تقولي وداعا، عملنا عمل خامس اسمه الانتظار. صحيح. نفذناه في قطر، كان من انتاجي انا anyway. فالاخرين انه اظهروا حتى انه بعض هذه الغيره، وهذا حق كان في، لكن انا بكل استفتاءات المجلات انا ذاك كنت انت تتصدر كل الاسماء. ايه بس انه ما غرت انا من حدا، انت ما غرت بس غاروا منك. ممكن. لا اتهم. نعم. إيه. نعم. اذا بدنا ناخذ نعمل لائحه افضل ثنائيات بالعالم العربي، يعني اذا بدي اخذ ليلى مراد وانور وجدي طبعا ثنائي، بوسي ونور الشريف نعم ثنائي، ميرفت امين وحسين فهمي ثنائي، هند ابي اللمع وعبد المجيد مجذوب، انت كيف اعطيني بعد ثنائي؟ لست انا من يقيم، انا لا اعطيني انت أنا بعد اصادق على انه هذه اسماء يعني ادعي بانها ثنائيات من بينهم نحن. نعم. لكن الذي يقدر من احب الى قلبه الناس، ناس مش انا. بيزعجك انه خارج ما قدمته، خارج اطار اعمالك مع هند ابي اللمع، يعني كان عندك عمل مع السيده إلسي فرنيني يلي هو بنت البواب، بذكر لهلا انا اللي كان رفعت اسمها كان هيك. وكان في مسلسل مع السيدة سميرة بارودي كمان، صح؟ سميرة بارودي، سيدة منى واصف، ارحل وحيدا مع منى واصف، اشتغلت مع كثير طربي من الزميلات، بس اسمك التصق بهند ابي اللمع كثنائي. لكن عملت اعمال ناجحة جدا. عملت واحد اسمه وبقي الحب، صحيح، مع الزميلة امل عفيش. عملت واحد اسمه لارا والبحر مع الزميلة مارسيل مارينا. عملت هودي كمان كاديرات، يعني أمل عفيش ومارسيل مارينا. عملت شيرين بمصر؟ لا مش بمصر، بمصر أستاذ ممنوع عملت ولا لا؟ باليونان بس عملت، استأجرناها من مصر. نعم. هذا إنتاجي. العمل كمنتج منفذ يعني. واشتغلت معي كمان بعمل آخر كمنتج منفذ اللي هو أواخر الأيام. هذا عمل ضخم. مصر ما استقبلتك ولا أنت ما عرفت كيف تدخل إلى هلا ما استقبلتك ولا أنت ما عرفت كيف أم تدخل الدنيا. وكأن هناك محاولات أو الواحد أراد. أنا لم أرد أبدا ولم أفكر أبدا ولم أحاول أبدا، لكن عندك اكتفاء. أنا اشتغل معي زملاء مصريين في أعمال أنا أنتجتها، تلفزيون قطر. نعم. أنتجها. كبار نجوم مصر شاركوا معي في حلقات أداء. نعم. في التمثيل، لكن أني أنا رحت أجرب حظي
في مصر أبدا. ليه؟ لأني أنا عملت نجم في بلدي ونجم كبير يعني ينافس النجوم المصريين. بأي مطبوعة اسمك سبق اسم نور الشريف كأكثر نجم محبب بقلوب الجماهير؟ لا أريد أن شو الموعد ولا ألوان؟ لا الحسناء. الحسناء عملوا بوقتها كومبيتيشن نوع من استفتاء على مستوى العالم العربي كله، هي مجلة منتشرة في كل أنحاء العالم العربي، أنه من أحب وجوه الشاشة الصغيرة إلى قلوب المشاهدين العرب. وصارت ترد رسائل. أكان الفارق بيني أنا كأول وبين أي أحد جاء بعدي 3000 صوت من المغرب، من الجزائر، من تونس، من العراق. هذه النتيجة شو بتوعي فيك؟ وعد فيك حب شو؟ حب الذات؟ أكيد انبسطت وافتخرت. لا تفاجأ، هذه النتيجة ثبتت أسلوبي وقناعاتي بأن علي أن أحمد الله أكثر دائما على نعمه وعطائه. هذا بفضل الله مش بفضلي يعني. وانت تتقن كل يعني حسب شو ان الله اذا احب العبد يحب من العبد اذا عمل عملا ان يتقنه. وانت تتقن كل شيء كنت تعمل. خبرني عن هند قبل لما بالاستوديو كيف كانت، وكيف كانت خارج الاستوديو؟ تاخذ العالم، هي اميره، هي اميره على الباسبور. هند قبل لما انسانه طبيعيه، صادق، ممتلئة بالحياة، مرحة، مش معقدة، وليست ممثلة. بتقدم نفسها مثل ما هي وبتقبل نصيحة منكم، وطبيعية وجذابة جميلة، حضورها حلو مرح، يعني أينما حضرت تنير المكان. ما صار في نفور لم يعلن عنه بينك وبين هند؟ مش نفور انه بمعنى واحد كره الثاني، لا، بس انه مرات يمكن انا بتفلسف زياده عن اللزوم. شو بتعمل خبرني؟ انه بتتخذ يعني مواقف كده ليست متزنه كثيرا، فبقوم انا مثلا انه يعني انه بلوم شوي، هي ما فارقه مع حدا. بترد بفجاجة، فالواحد بيتوتر شوي يوم يومين. بس أنا أعشق هؤلاء الناس. أنا بعرف هند كانت مساعدة سيناريو، صحيح، خلف الكاميرا، مساعدة مخرج، وكانت حامل بطنة لحلقة ومرت أنطوان ريمي، صحيح، وبرضو كانت بهذا الجمال وهذا المرح وهذا الإشراق والانطلاق، ونمزح ونضحك وعرفت كيف علاقتنا علاقة تاخذ العقل. أنطوان ريمي إنسان مختلف، راقي كيف جدا. كيف كان يكون هالقد مشهد رومانسي والزوج هو المخرج؟ أنا مرات يعيط علي بالطاولة وعنده حرف هيك الطاه بيطلعتك قطيعة ولعبتها من قلبك. شو بك بقى أنت مهما كان تتوتر في أماكن معينة، بيتطلب المشهد عاطفيا وصدق المشاعر. نعم. تفرض أنك أنت تضم ضم كامل هيك مليئة بالحنان، ولا يمكن أنا عم خربت مع لا ما عم خربت بس على anyway. طب المخرج زوجها وهو اللي عم يصور، سبحان الله مشاعر. وانت انسان طيب ونقي وما عندك مسائل يعني شاذة، الا ما تاخذ بالاعتبار انه لا انه ما بدنا نسي، فبتيجي لتعبط بتعبط دون طموح المخرج يلي هو كمان مصر على ان يعمل عمل ان يكون مقنعا. عبد المجد مجذوب بدي تابع عن هند قبل لمعه، بس بين هلالين على فكره قطيعه وقطيعه الطه والته. لما تحضر تلفزيون اليوم اي خطا او اي من هؤلاء خطأ جسيم اكثر،
الدبلوماسي أو السياسي إذا لفظ غلط بخطابه، الممثل إذا لفظ ألفاظ مش عربية يعني تكاد تكون غير لغات، يعني حرف الطاء والتاء والسين والصاد، أو بنشرات الأخبار مذيعي الأخبار لما بيقروا وسمعك أنت أو أذنك هيك حساسة أكثر. بالدرجة الأولى الممثل، بالدرجة الثانية المذيع، بس الدبلوماسية أو السياسية مش مطلوب منه أن يعني أن مش من مسؤوليته أن يقدم نموذج صائب للأجيال لكي تنسج على منواله وتنشأ على ضوء تنشئ أجيال. الممثل والمذيع من مسؤولياتهم، مسؤولياتهم طبعا. ما أنت رسالتك توجيهية تربوية تثقيفية. النماذج الموجودة اليوم على التلفزيونات من دراما أو إعلام على 10 قد بتعطيهم علامات؟ لا أفعل هذا أبدا، أنا ما أتدخل بي. جيد، جيد جدا، لا بأس. لا أبدا، مشان لا تحاول معي. أنا لا أسمح لذاتي بالتطرق إلى هكذا مواضيع. أنا لم أقم نفسي قاضيا أو حكما بس بحق على بحق العمل. الناس وجهة نظرك تحكم مش أنا. بتعرف الزمن يتبدل والأمزجة تتبدل تختلف، ومن آن لآخر تنشأ أفكار بتشيع بين الشعوب والأمم، بتسير عليها سواء كانت خطأ أم صواب، رغم أنه الحق بين والباطل بين. يعني المنطق أنه عندما تتقدم السنون والأمور العقل يقضي بأن التقدم يجب أن يكون إلى أمام. صحيح. في كل شيء بتلاقي في أشياء تقنية عم تتقدم، إنما المسائل الجوهرية المتعلقة بجوهر الإنسان وقيمته التي هي الأخلاق والقيم، نعم، في تراجع هائل وسط جنون التحضر والآلة، وهذا على مستوى العالم كله، ليس على مستوى عالمنا العربي فقط أو لبنان أو. نعم. فبتقوم موجة من التمثيل، موجة ما بعرف مين وراءها، هل أمر مدفوع لأجله، هل مقصود لتدفيه وتسفيه الأجيال وشغلها عن الحق والقيم والأصول ما بعرف، لكن بتلاقي الناس انساقت وراها. صحيح. ما بقدر أنا أجي أحكم عليها، مش من حقي. رح أرجع لهند أبي اللمعة إذا بتسمح. بألو حياتي كان في تضافر جهود، يعني اختمرت لفظة ألو حياتي ببنات أفكار وجيه رضوان، صحيح؟ أنطوان ريمي هو المخرج، هند أبي اللمع، وموسيقى المبدع، موسيقى المبدع الياسر الرحباني، لأنه أنا أؤمن أنه الموسيقى لغة كونية، فحتى الناس اللي ما بيعرفوا عربي انجذبوا إلى موسيقى الياسر الرحباني اللي صارت علامة كمان دامغة، فالناس حبوا التيمة وحبوا وتشوقوا وانجذبوا للعمل بشكل انسيابي. بروفيسور نشان، أنا إنسان يعني طبيعتي أنه بعترف بالحقوق، أعترف أمام الله دائما أنه أنا إنسان محظوظ، حظي كويس، يعني دائما الله عز وجل يسهل أمامي الأمور، عمري ما شكوت أنه تعرقلت مسائل إلى آخره، دائما أشعر أنه أنا إنسان محظوظ، أحاطك بمبدعين، يعني هيك تطوى أمامي المسائل وتهيأ ببساطة. كتير الدلائل، بس لما بدي أدلل على أني إنسان محظوظ وهذا الدليل، بقول لهم أنا عبد المجيد مجذوب، عملت 4 مسلسلات مختلفة خارقة للطبيعة في لبنان، 4 أعمال كانت من موسيقى الياسر الرحباني. شوفوا الحظ، فشوف أنا معتبر هذا دليل. هكذا كان يحلم جون جاك روسو، كان يظن أن العودة إلى الطبيعة
تعني البراء والعدل والمساواة. اخلع هذه القبعة، تبدو وكأنك رجل شرطة يراقبني. عيد، بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونه، فليت دونك بيدا دونها بيد. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. يا ساقي أيا، أخمر في كؤوسكما؟ أم في كؤوسكما هم وتسهيد؟ أصخرة أنا؟ مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد؟ ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا شاك منه محسود؟ أمسيت أروح مثر خازنا ويدا، أنا الغني وأموالي المواعيد. فينا نسمع بعد؟ أنا الغني وأموالي المواعيد. رحمك الله يا أبا الطيب، هذا الإنسان الوحيد الذي تقول له يا أخي مغرور ويليق بك ويحق لك. نسيج وحده، إنسان لم يأتي مثله في التاريخ لكي تقارن، كتلة من الغرائب والعجائب. هذا اللي بيقول أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرق. وصلت معه، قال: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة. شو إله يعني، أنت مجنون؟ عشب قسم صجت قدمر هثرو فه تسل غدر مي صبح مغزص بي رع زعدي لي فننل. وهذا دعاء لو سكت كفيته، لأني سألت الله فيك وقد فعل. أهلين، بدي أقري لك بعض التغريدات لأنه لازم أقول لك الناس شو عم بيقولوا. هلأ؟ إيه هلأ. يارا على تويتر بتقول: You look really nervous نشان، مرتبك نشان الليلة أنت، أصلا what a legend with you tonight، أصلا شو هالأسطورة يلي موجودة معك الليلة. زميلي منى صليبة بتقول: بتقول ليتك تستضيف المجذوب أسبوعيا، ممتع راقي وحقيقي. ترجع بتقول: أحببت سؤال التي والطه، وهو سؤال في قمة البساطة ولكنه يكترز أسئلة وأبعاد كثيرة. بروفيسور أنت البروفيسور. أندري داغر بيقول: وهيدي حلقة مع عبقري بتمثيل عبد المجيد مجذوب. في كتير ناس، الناس أحرار حلوين محبين أوفياء. أنا أقرأ هذا في عيون الناس أينما لقيتهم. والله يا نشاء، بتقول لك: ملأت أمسيتي بذكريات طيبة وجميلة، حلقة رائعة جدا مع الكبير عبد المجيد مجذوب مجد مالك خضر. في حدا كاتب شيء كان حلو، ايه عرفنا الحب، اسمها لينا طبشي: عرفنا الحب من خلال ألو حياتي حتى اقترنت الألو بحياتي. يا من عرفت الحب حين عرفتها حبا سيبقى على الزمان مسطرا، وإذا رأيت
رأيت فيها روضة لم ترض إلا ماء قلبي كوثرة. بيقول أعلمتم، سؤال غريب، أعلمتم أن النسيم إذا سرى نقل الحديث إلى الرقيب كما جرى، وأذاع سرا ما برحت أصونه، وهوى أنزه قدره أن يذكر. فاحت عليه من عتابي نفحة رقت حواشيه بها وتعطر، وأتى العدول وقد سددت مسامعي بهوى يرد من العواذل عسكرا. جهل العدول بأنني في حبكم، سهر الدجى عندي ألذ من الكرى، ويلومني فيكم ولست ألومه، هيهاتي، ولما ذاق الغرام وما درى. قول الله. قول الله. عبد المجيد مجذوب، لما أعلننا عن هذه الحلقة غردت بيت شعر من شعر حضرتك يلي بتقول فيها القصيدة: الحب بحر عذاب لا أمان له، تجري الرياح به كي تغرق السفن. قصيدة رائعة. هي عرفت أنه عن صبية اسمها ريم في الشام في دمشق. صحيح. هذول أنا بسميهم هلوساتي. أنا ما لا أسمح يعني طوبى للهلوسة إذا هو والله الهلوسات. العظيم أنا ما بدعي بإني شاعر أبدا، بس على فكرة نيشان يعني أنت هلأ حط عينك بعيني، أنت ولا مرة هيك بدي خبر، بدي ما في حدا، بدي أعترف لك أنه حاسس حالي ما عندي شيء قدامك، يعني ما شاء الله قدام ذاكرتك نطقك مرتبك. تعرف ليش؟ لأنه كل مرة بتطلع قدام الجمهور، كل حلقة تلفزيونية فيها مسؤولية، بتقول إنه إذا نطقت هذا الحرف بشكل خاطئ هناك مليون حدا أذكى منا يعني نطلع على التلفزيون وأشطر منا وأكثر ثقافة بينقدك يمكن وما قاله، يمكن خاطر يبعث لك تغريدة أو ينتقدك بشكل مباشر. في المشاهدين أذكياء بيعرفوا أكثر أوقات أكثر بكثير من اللي بيطلعوا على الشاشة، فما بالك اليوم قدام حضرتك كل كلمة محسوبة علي. يعني أنا وعم بقول قبل شوي لأمر، سمعتك عم تقول لأمر، يعني هيدي فيها حلو الواحد يضل يتلمز، واليوم عم بتلمز على الهواء مباشرة على الهواء، هذا فخر. شوف أنا شو قصد اللي عم بحكي أنا وأعني صدقا بالله، على أي جاي أنه عم أقول لك يا لألك، بس هذا رأيي، ورأيي أنا بإذن الله أقوله أينما كنت وبكل صدق وصراحة وأمان. أنت نبتت، بذكر الفترة اللي نبتت فيها وجيت وأطللت على الناس من ذاك اليوم إلى ما من الإطلال الأولى، كل من رآك يا نيشان قال يا الله هذا شاب كويس وزكي واسم الله عليه وما شاء الله وما بشي. في الإطلال الثانية كنت تطورت، لكن بقيت محافظ على كاركتر إطلالة، مش عم تقلد حدا ولا حدا بيقدر يقلدك، وذكي ولماح وتدرس برنامجك بشكل. أنا أخذت مرة لما طلعت معك وعملت أنت تلخيص لكل الذي جرى في نهاية الحلقة، وأنت عم تقول للناس طلعت هيك، أنا قلت حاطين الورقة عم يقرأ طلع مش مزبوط. anyway فاستغفر الله العظيم، أنا لا أتكبر على شيء، وبالعكس أنا حاسس حالي معتز أني أنا طالع معه، لأنه أنا في مكان يصلح أن أطل من خلاله. كنا عم نحكي عن الأكابر، كنا عم نحكي عن اليسر الرحباني، كنت عم بتقول أنه هذا الفخر يلي بتحس فيه والاعتزاز. أيضا الله يطول بعمره أستاذ اليسر الرحباني الراحل جورج إبراهيم الخوري وكتابة مسلسل لا تقولي وداعا، يعني كمان يعني الواحد بيشعر أنه هالأدمغة لما تجتمع يعني النجاح أكيد بيكون يطرق الباب وبيجي ضيف يعني أو بيكون من أهل البيت. جورج إبراهيم الخوري أثبت نفسه على ساحة الدنيا، يعني مجلة الشبكة كانت يعني تبرز وتغمر، صحيح فظيعة كانت، صحيح آه
هو على رأسه، والرجل كان له حضور شخصي، صوته حلو، وعمل برنامج إذاعي ما بعرف شو لسنوات طويلة، وقلمه جميل، هو إنسان عشرته حلوة رقيق الله يرحمه. anyway. عبد المجيد مجذوب، سؤال. بأول مرة التقيتك قلت لي، وبذكر تماما، قلت لي قطفت هند أبي اللمع قبل أوان، وقلت لي استغفر الله العظيم، قلت إنه نحن مؤمنين ولذلك ما بيجوز يعني على 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 اللي راح إلا الرحمة. فيما لو لم تقطف هند أبي اللمع، فيما لو كتب لإلكم تستمروا وتعطوا أعمال درامية على الشاشة، كنتوا راح تسجلوا نجاحات أكبر، ولا بينك وبين حالك بتقول إنه هذه الجرعة هي كانت المطلوبة وأكثر من هيك ما كان في داعي؟ رسول الله محمد الذي نعترف به نحن كمسلمين يقول لنبي رادي، أنت عم تسألني عن شيء لا أستطيع أن أفتي به، بالمنطق بالعقل أقول ممكن. ومسألة أنه قطفت قبل أوان، ما هذا في شعر بيقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، أني رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. بدي أقول لك شغلة عملها صديق، بس ما خبرتني عن قصيدة ريم. يعني شوف، ما بعرف ليش أنا من زمان، مش من هلا يعني، إنه هلا الآن صرت جد وتقبر عظامي حفيدتي صار عمره 16 سنة ما شاء الله. آه يا الله، هاي جدو، وين كاميرتي؟ كل الكاميرات لك. anyway صبية أمورة شامية، صبية حلوة وذكية وإلى آخره، ما بعرف تعلقت فيه بي بطريقة مش أنا ما بدي هيك يعني، إنه أوكي أنت معجب وعسلامتك وحبيبي، بس إنه توصل القصة بشكل ما فيها طهر سلامتها أم حسن، أيه لا. فقررت إنه أهرب، أهرب من الشام، رغم إني كنت رايح من شام موضوع عمل. فحطيت لها الريسبشن قصيدة كتبت فيها الكلام التالي، وقررت استعرض عضلاتي الثقافية. أحمد شوقي بزمانه قايل ريم على القاع بين الباني والعالمي، أحل سفك دم في الأشهر الحرم. وأبو الطيب المتنبي تعرف قصيدته الشهيرة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فكتب ريم على القاع، القاع هي مكان بين مكة والمدينة، ريم على القاع أم ريم بساحتنا، ويلي علينا كم الغزلان تذبحنا، يا ريم رمنا فرارا من ضبا الدنيا، أين المفر وحور الشام ترصدنا، ما إن نقول خلصنا من شراك هوى حتى تحن إلى الأوجاع أضلعنا، الطهر ثوبك أما ثوبنا فتقن، حتى ولو باتت الأشواك مرقدنا، جن الفؤاد لوجه راق منظره فلينزوي حزنا، وليعدم الوسن، الحب بحر عذاب لا أمان له، تجري الرياح به كي تغرق السفن. يسلم صوتك بالخليجي، صح لسانك يصح لسانك. اليوم من المواهب الشابة على التلفزيون مين بتلاقي؟ بتقول ما بدي أسألك السؤال يلي ينطوي على بعض من الساذجة، يعني إنه مين مثل عبد المجيد مجذوب، مش رح أسألك السؤال، بس من الشباب يلي طالعين على بيمثلوا دراما، مين بتلاقي بيجمع الوسامة مع الوقار، مع بتقول إنه هذا نموذج جيد حتى يحمل الشعلة؟ والله أنا حتى عملت مع
يعني عملوا معي شباب وما زالوا في الساحة، توسمت بهم خيرا كثيرا. أنا أعجب فيهم بأدائهم لما كنا معا في العمل. نعم. لكن بعدين شفتهم بأعمال أخرى ما فيها أنا. ما أنا وجودي في العمل بيخلق نوع من رصانة. اتزان. بطبيعتي إنه أنا بقلي طقوسي لما بكون بالعمل، يعني تلاقيني قاعد بهدوء، عم بتعاطى مع نصي باحترام مع الزملاء بابتسامة، وهيك بيحسوا بعيني إنه أنا أريد أن يعطوا الأشياء حقها. فكله كان عم يشتغل حلو وعملوا مشاهد أحببت، فتوسمت الخير في هذا وفي ذاك. عملت مع فادي إبراهيم، عملت مع حبيبي فادي طبعا، وبيعجبني. وقلت إنه بس بالآخر ما بعرف شو اللي صار، إنه بتاخدهم الدنيا والمظاهر والما بعرف شو. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ فادي إنسان محترف وبيتقبل يعني الرأي، خاصة إذا الرأي جاي من مخضرة مثل حضرتك. شو اللي بيصير؟ أنا فادي حطيته بين إيدي، استغفر الله العظيم، أنا لا أريد أن أدعي شيئا الآن، يعني إنه أنا لي أفضل على أحد أو، بس هو صار حب متبادل. نعم. ورافقني، ترك عيلته وصار يروح وين أنا أكون يكون. نعم. ساعد معي ببرمانة والاستوديو بالأوتيل وعرف شو، وعملنا تجارب مع البعض، النفس الطويل وحماية الصوت والأداء ومخارج الحروف والقول بسرعة، والشعر نقوله 3 مرات دون أخذ نفس، علمته من قلبي وأنجز وصار. بعدين الأزمان يعني بيوطننا نحن، أخذتنا الدنيا من هنا وهناك، لم يكن أمرنا طبيعي. غريب أن ينشأ في زمن الذي عشناه في لبنان إطلالات تنال هذا الرضا والقبول في كل أنحاء العالم العربي. بعدين يا أخي الدنيا بتأخذ الناس، يعني سبحان الله. المهم هذه الظاهرة التي تتحدث عنها لم تتكرر، مش لأنه ما في مواهب، أنا مش يعني أنا خلاني منقطع، لا، لأنه الموهبة ما يوقف على أحد، على أحد ولا زمان ولا مكان، ولا مكان. صحيح. طالما النساء تلد يعني يمكن أن كيف تلاقي تجربة عمار شلق، يوسف الخال، توني عيسى، جورج خباز، بديع أبو شقرة، كارلوس عزار، وسام صليبة، وسام حنا، هؤلاء الشباب يلي عندهم أعمال على التلفزيونات اللبنانية؟ شفت الأسماء كلها اللي ذكرتها، كل الحبايب قلبي وبحبهم وأصدقاء، لا شك. بس تجربته يعني مين بتلاقي انه في بيضوي اكثر من الثاني؟ ما تطلب مني انا، ما بدي عفوا انا، ما بدي اطلبك اسامي كرمال امدح يعني شخص. عمار شلق لما بشوفه هيك عبوطه وكذا، ابو خالد، وهو النبي لما بيقفوا امامك بيحسوا حالهم انه هن امام طبعاً معلم طبعاً. عرفت كيف؟ لكن هن حلوين كمان، وفلان واشتغلنا مع بعض بس لا، أنا سؤالي هو التالي، كلهم جيدين مثل ما قلت حضرتك، بس مين بتلاقي فيه ضوء يعني؟ وفي ناس بحق لهم يعني ربك كمان عاطل. بس المغنية كتير 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 إجا وقت اقتنعت إنه هذا الشاب يستطيع. في شاب آخر اسمه علي كان معنا بوقتها، في ابنه لزميلنا المطرب العظيم غسان صليبة، لا مين؟ جوزيف عزار. كارلوس عزار اشتغل بنفس الحقبة. أنا كان عندي بطولة عمل برمضان عم بلعب فيه شخصية رجل الدين، هذا كان له حضور قيم في تاريخنا، يعني سيد محمد جواد مغنية وقف في وجه الانتداب الفرنسي وإلى آخره. صحيح. وناضل وناهض إلى أن منع غزو الثقافي عن محيطه ومحيط قريته، وهو كان مقدم مع وسام مغنية مسلسل تاني ما بعرف شو اسمه، نسيت هلأ بتذكر. عجبني أداءه، كنت أتفرج عليه ما أتفرج حالي. وحياة القرآن، وتفرج قول لي الله حلو، إن شاء الله يكملوا. بعد حلقتين ثلاثة إلى آخره،
من الصبايا نادين الجيم، نادين الراسي، سيرين عبد النور، ورد الخال، ماجي بغصن، مين طبعا ما بحكي عن كارمن لبو وسرور الحميدي لانه بعرف انه رايك فيهم، بس هودي الصبايا مين كمان فيها ضوء ملفته؟ اقسم بالله انه زوجتي عاشقه كل هذه الاسماء، بس انا بدي انت بعينك ال عيب انا اتدخل في هذا، بس انا ما بدي ما بدي يعني كلهم يملكون الاهليه، انما ان تملك الاهليه ليست كل الحكايه. صحيح، ان تاتي الفرصه. هلا ان شاء الله فكرك انه حول غرفتي لناخذه as an example، انه هي المساله عبد المجيد مجذوب وهند ابي اللمع فقط، او حتى وانطوان ريمي ببراعته في حسن تصوير زوجته وابراز اماكن الجمال فيها والانسيابيه الهائله، بتحس انت المشاهد كيف عم تدور لا تشعر محلق في وجه رضوان حبيبي. صحيح صحيح، هو انت كيف تتخيل انه شاشه مقسومه نصفين، واحد من هون واحد من هون كلوز اب، وقاعدين عم يتخاطبوا مع بعض ويبتسموا ويضحكوا ويتخانقوا لمده 10 دقائق شاب وبنت، والناس عم تقول يا رب ما يخلص هالمشهد. قبل الفاصل مين كنت تختار من هالاسامي الصبايا كرمال فيما لو عملته بعد مرة قالوا حياتي، مين بيلبق اكثر؟ نادين الراسي، نادين نجيم، سيرين عبد النور، ورد الخال، او ماجد بغصن؟ وحده منهم والله العظيم. نديم الراسي اموره ونديم نجيم اموره كلهم أمامير. عبد المجيد مجذوب، طلبت من حضرتك تكتب لي بعد عمر طويل أطل الله بعمرك كيف بتحب الناس يتذكروك، وكتبت لي بال بال بالفاصل. تريد أن تقرأها؟ لا. المتنبي. نعم. أي متنبي أجمل وقعه أحلى عند الناس، متنبي عبد المجيد مجذوب أم متنبي سلوم حداد أم متنبي غسان صليبة؟ أنت تسأل عن رأيي أنا؟ نعم. بموضوعية، تسأل رأيي في الكتابة أو في الأداء؟ الأداء، أنت مركز على مسألة الأداء. طبعا ما بعتقد أنه سيكون هناك غرور أو ادعاء، لأنه أنا هون عم أنقل رأي الناس مش رأيي، أنه السؤال بذاته لا يجوز لأنه ليس هناك أي وجه من الأوجه المقارنة؟ للمقارنة. ليه؟ عم نحكي من ناحية الأداء صح؟ صحيح. خلص، لكن وصلت الإجابة واضحة. مستحيل يعني أنه من الآخر هذا لي، يعني الفارق هو كالفارق بين الصدق والكذب، بين الحقيقة والخيال. فأنت بتصنف متنبيك أكثرهم. قدمنا الحكاية كما هي دون التطرق إلى تفاعلات وراءها غاية. أنت وعم بتقدم الفكر فكرت بمسألة من أهم أو أيهما أهم، الفكر أو ناقل الفكر؟ لا، لابد أنه هنالك مساهمة مهمة جدا لناقل الفكر. الفكر، لكن يبقى الفكر هو الأهم. عبد المجيد مجذوب، سؤالي الأخير هو التالي، المتنبي شعره هو اللي قتله؟ مش بالضرورة. انت اذا بدك عم تسألني انا وبدك تحكي تاريخ الآن، يعني هذا الرجل لم يترك لنفسه صاحب في الدنيا على الإطلاق، كان مطلوب ومستهدف من كل
حكام البلاد العربية وكانوا أكثر من العدد الحالي. نعم. هو مطلوب رأسه من الجميع لأنه الكل كان يخاف منه ومن لسانه. فركب التركيبة بأنه هو بزمانه هجا أخت أحد أم أحد الشباب وهي أخت رئيس عشيرة، ف يعني صمت عليها في حينها، لكن تحين الفرص طوال الأزمان لقتل أبي الطيب. وبالآخر إجا أوردر من جميع الحكام خلصونا منه هذا. سؤالي هو التالي، الفنان لازم يعيش ويموت تحت الضوء قدام الكاميرات أمام المذياع، أو لازم يقتدي بما قاله منصور الرحباني إذا بدك تصير أسطورة لازم تعرف أيمتى تزيح من الصورة؟ أنا أثمن عاليا جدا ما قاله الراحل الكبير الأستاذ العظيم منصور الرحباني. ممكن أن أضيف أنه إذا بإمكانك أن تعطي ومطمئن لقيمة عطائك يعني عار عليك ألا تعطي، لكن إذا أحسست بأنه لا عليك أن تزيح فزح زح من الصورة. قبل ما تشكرني شو هالحكي، شوف أنت طلبت مني طلب أنا ما قلته بالبداية خبيته للآخر. حبيبي نيشان، Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday حبيبي نيشان. Happy birthday to you. شكرا شكرا عبد المجيد مجذوب، كبرتنا بحضورك. كبرت فيك يا بشرى. شكرا شكرا، تصبحوا على خير.